يقول الله الله. إذن أول حاجة عندي هنا بعد تنقطعها بالطويل هكذا، نحاول نرققها باش تقدر تلوى كي نخدمها في المول. كما راكم تشوفوا هذا مليحة، كما نقطعها نعاودو ليكم. إذن كما راهي دوكا هكذا، نشلوها شوية في الماء باش كي نقليوها لدمك ما تلصق لناش زوج ورق مع بعضهم، ونجيو نقليوها. إذن هكذا نحط البطاط تاعي حبة حبة هكذا باش ما يلصقوليش، ونخليها تقلى على نار مليحة هكذا. كي نشوف هاد طابت ودات تحميرة خفيفة نحيها. طاب البطاط تاعي نجي نوجد لافارس. عندي هنا شوية سكالوب، سكالوب داند ولا دجاج كيما حبيتو. نجي نقطعو قطع صغار، هنا نحطها لهنا، نديرو شوية موطارد، فلفل أسود، وشوية ملح. شوية راس حانوت، هذا ما كان حاجة خفيفة برك. ديرو شوية زيت، نخلطوهم. عندي أيضا حوالي نص حبة بصل، قطع هاد المربعات شوية صغار، وعندي زوج سينة تاع توم باش نقطعهم رقيق ونخليها مع بصل، ونبدا نطيب الدجاج تاعي. إذا نجيب مقلاة ندير فيها شوية زيت، ونحط الدجاج تاعي ولا سكالوب. هاد النار تكون شويه طالعه باش تقلع مليح يعطيني تحميره شابه. كي تحمر مليح السكالوب تاعي نجي نزيدو البصل والثوم، وكان ينقص دو النار ونخليه يتحمر مع غير بلاقل. خلات مليح نجي نحيها من النار، اللي بقات هنا في المقلاة ندير هكذا مرصوص زبدة صغير. شو نخدم بشاميل خفيفة هكذا يا ندير لها شوية فرينة، كيما هذا شوفو كي صاكم هذا واش حب يقول، حب يقول الفرينة تاعكم غلبت الزبدة واش ديرو ترمولها ديرها مرصوص زبدة برك، تعاودو ترمولها مرصوص زبدة وحدة أخرى دوك تلم وحدة. هذا كي صاكم ديفو هذا تجو ديرو بيشاميل وديرو الفرينة شوية زيادة، هذا كيفاش تريكتي فيه. هذا كيما راكم تشوفو عاود تلمت صافي ما ترموهاش. إذا دوكا نجي ندير الحليب،
ندير الحليب بشوية. هذه تما باك باش ما نديروش كاسرونه واحده اخرى باش نربحوا الدوق هذاك اللي يبقى في المقله باش نربحوا نديروا في البيشاميل. تحبوا ديروا بيشاميل واحده اخرى بيضه ديروها ماشي مشكل. اذا هذا كنت حاصل على بيشامل شويه ماشي ثقيله ماشي خفيفه دوكا نديرها شويه ملح وفلفل اسود ونحيها من النار. نزيدها لافارس تاعي عندي انا شي حبه تاع طرشي نديرهم الاحسن عليه الشوط باش تمد لي نكهه مليحه في لافارس نخليها. عندي ثاني الطرشي هذاك اللي شويته باش نديرو قطع صغار. هذا راح يعطيني البنه شغل تاع حاجه مفحمه هذا في وسط الكيش تاعي خير من نديرو هكذاك طايبه. نخلط المكونات نجيب المول تاعي درنا بشويه زبده كامل حتى في الاطراف نجيب البطاطا عندها استفاده من الاطراف نبدا نتبعها هكذا ونجي رايح. اذا هكذا من بعد نضغطوا عليها باش نسقموا لها اطراف يجوا كامل سوا سوا اللي تجي حاطه شويه نطلعوا عليها الاطراف ونجي نديروا لافاس تاعنا. تحبوا دير هنا تحبوا ديروا شي دار انا حنديروا كامونبير درتو في كونجيلاتور شويه باش نقدر نقطعو رقيق هكذا ثم ديروا شويه في كونجيلاتور يبرد باش تقدروا تقطعوا رقيق باش تقدروا ديروا في كامل الوجه تاع الكيش تاعكم هكذا وندخلوا في الفرن 180 درجه هكذاك يذوب لنا شويه الفرماج تحمر ونحوها حوالي 10 دقائق ربع ساعه هكذاك. بسم الله بسم الله والله الله